ان شاء الله يا جماعه ان شاء الله زي ما قلت لكم شغال جدا حاضر يا جماعه احاول ارد الحلقه مع الناس وطبعا مش حابب مش محتاج اقول البودكاست رجع كل اسبوع ان شاء الله في بودكاست جديد الناس بيحب قصص حرب المطاعم مجال الاكل بشكل عام استنوا البودكاست ان شاء الله كل يوم حلقه ان شاء الله اشتغل برضو على تيك توك والانستجرام هذا في محتوى قصير وخفيف كده لذيذ بنعمل كل الحاجات محتوى فيديو على 10 دقايق بودكاست طويل ونعمل محتوى قصير منتشرين في كل حته ان شاء الله تحت حسابات ايه جوه الشغل ان شاء الله بس كده